بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن الشيخ مولاي أحمد أبا عبيدة الحرزي من المشايخ الفضلاء الذين تعرفت عليهم وتوثقت علاقتي بهم منذ السبعينيات بتاريخ الميلاد، ووقع في قلبي محبته كما وقع في قلبه محبتي، وكان قد دعاني لأساعده وأعاونه في دار القرآن مراكش، ورحلت يومئذ إلى مراكش لأزوره، ووافق سبحان الله تلك الزيارة وجود الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، وجلست هناك بعض الأيام وفرح بفرح كبيرا. ومنذ ذلك الوقت وهذه المحبة تزداد قوة وتألقا، وكلما ذكرته إلا وذكرت تلك اللحظة وتلك الساعة التي لقيته فيها، لأنه كان قد أقام بعض الأيام معي هناك في بلده الأصلي الذي هو سجل ماسة والذي يعرف بالريفان. وشيخ مولاي أحمد كنز، ربما كان لا يعرفه طائفة من الناس، فإنه كان كنزا من الكنوز العلمية التي ربما حرم الناس استفادة منه لسبب ما من الأسباب. والآن قبل بعد أن رحل إلى الله وترك هذا الشعور في قلب كل غيورنا محب للعلم، فليس لنا إلا أن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نصبر ونحتسب ونسترجع ونقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فلله ما أخذ وله ما أعطى. فأسأل الله تعالى أن يرحمه برحمته الواسعة ويغفر له ويوسع له قبره ويجعل ضريحه منورا بنور العلم والقرآن الذي كان يحمله ويبلغه لهذه الأمة، وأن يبارك في عقبه ويجعل عقبه وأولاده وأحفاده خير خالف لخير سلف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم شيخنا، فنسأل الله سبحانه سبحان الله شيخ أبو شعبان، سبحان الله تيلهمك الله تعالى في إلهامان، سبحان من يخص برحمته وفضله من يشاء، اللهم اجعلك سببا لكل خير حيثما كنت ورحلت. والله يرفع قدركم. ونعم احنا كما ذكرت لكم انا مجرد طالب علم، واغتنم الفرصة من مثل اتصالي بكم أو لقائي بكم أو بأمثالكم من المشايخ الفضلاء، لأن نعم كلام العلماء هو نور يستنار به، خصوصا علماؤنا الحمد لله الذين على الدرب على كتاب الله تعالى وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج الأسلاف من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء، وأن يرحم شيخنا أبا عبيدة مولاي أحمد المحرزي رحمه الله تعالى، وأن يكرم نزله ويسع مدخله ويبدله دارا من داره وأهلا من أهله، وأن يخلفه في عقبه وفي تلامذته وطلبته ومحبه وباقي علمائنا من أئمة العلم الحمد لله الذين هم كثر ولله الحمد. فما على طالب العلم شيخنا كما حفظت عنكم غير ما مر إلا أن يغتنم الفرصة ويجلس ويعني يثني الركب أمام العلماء ويحرص على الاستفادة المصحوبة بالعمل، لأن العلم مع الأسف كثير من الناس الآن العلم عبارة عن رسوم ولا علاقة له بالعمل،
فنسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم والعمل. وهذا الذي كما ذكرت لكم حفظكم الله تعالى من الأبيات التي حفظت من الشيخ رحمه الله تعالى، من مثل قوله: زكاة ما تعلمه التعليم، ومن آبى سلبه العليم. وأيضا من مثل قوله كما ذكرت لكم حفظكم الله تعالى: وكل من خلا من التقوى خلا، وإن يكون في العلم قنتا بلا، لأنه التقوى هي الناحية العملية. فرحم الله الشيخ وحفظكم وبقية علمائنا، وجزاكم الله خيرا على هذا الاتصال المبارك الذي وما قلنا إلا الكلام الحق الذي نعتقده حقا، وأنه يقال في المجالس ويقال في السر والعلم. الله يجزكم بخير. نعم أنا هذا من باب الأمانة الذي تربينا عليه، فأنتم نعم الذي لا نريد إلا إن شاء الله ما يرفع قدركم. بارك الله فيك. ونعمس وييسر امركم. وبالمناسبه نسال الله تعالى ان يشفي ابنكم وبقيه ابنائكم، وان يصلح الذريه، وان يختم لنا واياكم ان شاء الله بالسنه والتوحيد. حفظكم الله شيخنا، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.